يواصلون عودتهم لبيوتهم بعد تنظيف قواتنا المسلحة للبلدة من دنس العصابات الإرهابية المسلحة التي كانت قد أرهبت السكان وهجرتهم من بيوتهم. مراسلنا الحربي من هناك الزميل رئيف أحمد رصد لنا الوضع. بعد تجربة مريرة مع الإرهاب ورحلة نزوح هربا من قذارة إجرام العصابات الإرهابية، عاد معظم أهالي بلدة حلفاية بريف حمال غربي إلى دورهم سالمين بهمة رجال الجيش العربي السوري الذين كانوا حاضرين كعادتهم لضرب الإرهاب أينما حل. والله الحمد لله بفضل الجيش العربي السوري الوضع رجع تمام، الحمد لله رب العالمين، خلصنا من العصابات المسلحة الحمد لله رب العالمين. شو كنت تشوف من ممارسات العصابات الإرهابية المسلحة؟ والله السرقة، النهب، قتل، كل شيء مخطر على بالك فيه. الحمد لله رجع الجيش العربي السوري الحمد لله كل شيء تمام. حابب انه بس الجيش يبقى بالضيعة وما يطلع مشان ما ترجع العصابات وتدمر، بس هذا طلبي الوحيد انه الجيش يبقى هون ويرجع الامان على الضيعة. احكي لي شو شفتوا منه العصابات؟ شفنا منه العذاب ودمار، كأنه هيك مدينة اشباح حولوها للضيعة، مدينة اشباح مدينة حلفاية بشكل عام حولوها ل مدينة أشباح خراب. احنا كلاتنا ولد واحد والله لا يوفق ان شاء الله، الله لا يوفق اجل الغريبية اللي جيت لهوني والحسد يدمرنا. شو كان احنا كلنا ما بدها تحمل وتجيب ولد كنا من السماء بالشهر، وروح قلنا بالشهر جامعات ببلاش والامان، بناتي يروحنا على الجامعة 3 ساعات ما نشيلهم، بس هلق ما نأمين على بنت توقف هون. احنا اولاد وطن واحد، دارنا كلنا انحرقت، فدا الله والرسول وفدا سوريا وشباب سوريا، عندي اولاد سنت جاب سير وعساكر، درنا بالنا عليكم، الله يبعث لنا ناس دير بال على اولادي كلياتكم اولادنا، الله لا يوفق يا اخي الخراب هالبلاد ان شاء الله تلفي عليه. اهالي حلفاية ومتطلباتهم بعد هذا المشهد تفرض الاسراع في تلبيتها، وها هي ننقلها عن لسانهم. هلا بحاجة المي اكثر شيء بحاجة للمي، بدي بس المي والكهرباء والله يعطيكم العافية. التعويضات بشكل عام يعني بشكل بالبلد بشكل عام التعويضات، نطلب من المسؤولين التعويضات، بس هل دمروا الارهابيين البيوت المدمرة؟ هل إذن هذه هي حلفاية، بلدة سورية عنوان أهلها الكرم، وعلى وجوههم تلوح معالم الطيبة. حلفاية بلدة سورية، من حق أهلها أن يحيوا بأمان وهم يعيشون وينعمون في ظله. رئيف أحمد من بلدة حلفاية بريف حماة، التلفزيون العربي السوري.